واخيرا عدنا الى مهنة لاعب. يو وصف الشامل معكم اليوم بجي فيديو جديد. اول حاجة التراري اسمحوا لي على التعطيلة، فهمت عطلة العيد التراري ضرورية نستريح شوية بس نرجعوا بانرجي جديدة، فهمني راك عارف. سو اليوم التراري عندنا مهنة لاعب بارت 7 وقيلة 7 ما بقيتش شاد الحساب. واول ماتش نبداو اليوم ضد الاف سي بايرن ميونخ. قبل ما نبداو ما تنساش واحد اللايك سبسكرايب وما تنساش تفعل جرس التنبيهات باش تما حتى شي فيديو جديد يوصلك انت الاول. زائد واحد اللعيبه الدراري اللي كتنساوها اللي هي واحد الانستغرام سيرو فرقعوا بلي فولو كنتسناكم تما حيت تما كيتحطوا شي لعيبات اللي ما كتشوفوهمش في يوتيوب. زائد انني كنحاول نهضر معاكم اللي عنده شي سؤال ولا شي لعيبه راه كنجاوبو تما. يوسف نباي كتحتفل معاكم بالحدث نتاع تيم اوف ذا سيزون عن طريق انك تقدم لكم حتى 12% من الكوينز المجانيا الا شريتو بالكود برومو اللي كاين في الديسكريبشن، والكوينز تاعكم كيوصلكم طريقة اللي آمنة ومضمونة 100%. سو كما قلت لكم في الأول عندنا ماتش ضد البايرن، حاولت أنني نلعب شي ماتشات بلا ما نصورهم، كاين اللي ربحت فيه وكاين اللي خسرت فيه، دونك ما كاين حتى شي فرق بين التصوار وبلا تصوار. وكما قلت لكم هذا الفيديو هذا غادي نبداو فيه الانتقالات الشتوية، ما عرفتش واش ننتقلوا في هذا الفيديو هذا بالضبط ولا الفيديو الجاي، ما عرفتش. غنحاولوا نمشيو لشي فرقة اللي حسن في شي دوري اللي حسن فيه اللعب حسن، علاش حنا تندابزو مع شي أربعة الفرق في هذا الدوري كامل. وليتس جو دابا نلعبوا الماتش تاعنا، مازال البايرن ما بدلوا والو في الفرقة، دونك حاجة اللي مزيانة، فاهمين العناصر تاعهم شوية، تدريبات كيف العادة، أوكي ضيعتها، ندوزو للشوطة الثانية، حتى هي ضيعتها. ولعبوا عندنا ليتس جو، جماهيرنا حاضرة، وحنا داخلين الدراري ليتس جو، راهي هذيك المهام، دونك خصنا نجيبو معدل تاع 7.5، إيزي، إكمال 10 من التمريرات في ملعب الخصم، شوية صعيبة ولكن هي ايزي ولكن بالنسبه لنا حنا راه ما كنباسيوش. زائد استحواذ لا يقل عن 55%، شي حاجه اللي موت ايزي. اجي كيفاش موت ايزي تنحس راسي بحال لاعبين ضد وولفسبورغ ولا شي حاجه. البايرن جا معلم. زيد زيد اوح حنا راه كنتبين نزرب عليهم من الدقه الاولى. معلم زيد اخي فيتز سير سير اوه شويه مزيانه مزيانه مزيانه. هذا باس لحتى الدراري هربان. ناري ناري كومان مشى ليفاندوفسكي الحمد لله على نعمة الجول. لا 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 ما تخليوش يدوز ما تخليوش صافي بيت باش شوت. البايرن كتلعب باش شوت. اوف ناري ناري على بيت ضاع. عندك ما يدوزكش ما يخلعكش ما يخلعكش بهذا الشيء هذا انا كنديرو ما تنماركيش هكاك شتاش قلت لكم. كومان لا كومان لا كومان لا كومان لا الجول معلم سير مشى مشى بيت هذا هذا بيت هذا بيت هذا بي 90 فجرة 90 فجرة 90 فجرة بوم حاول اش ضيعت اشد ليتس جو ويلي ويلي ويلي. يلا بنقول اشد الباس صح هو فهمتي هو ذكي زعما خلاها بالعاني كون ما جيتهاش تشوف بالعاني اوكي البيت عطلونا شوف كورس ماشي عطلونا طبعا حاجة حاجة باينة صاحبي اوكي الشوط الثاني بيت 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 عرفتي هذا لا ما تماركاش شي بيت خيالي علاش اصاحبي علاش 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 كتضيع هاد الشيء هذا علاش او خرجوا كومان مزيانه مزيانه لينا ولكن دخلوا صاني تيجوني بحال بحال سير اخاي بايلي بايلي مشى حنا الى عندهم هما كومان حنا عندنا بايلي ولا عندهم ليفاندوفسكي عندهم انس الساعه ما صدقاتش اوكي سكولز 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 معاه معاه سكولز معاه اويلا اويلا اش من معاه اوكي الحمد لله اوكي 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 وات انا على بوطو كاين ويلي 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 بيت 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 هذا بيت بيت هذا بيت هذا بيت اويلي 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 اش هاد الشوطه اويلي كون كنت مدرب الله تنخرجني بالله خرج هاد الدراري ليفاندوفسكي وات ذا فاك يلا يلا تشوبو موتشينغ تيلعب بحال نصيري ما تخافوش مني كان صاني ما تيلعبش بحال نصيري ونهاية المباراة بتعادل مع البايرن مت بخير ومع الأسف ما درنا جوج تاع المهام اللي طلبوا منا ولكن خدينا المان اوف ذا ماتش كما شفتوا راه بين الجائزة راه هي كما كتشوفوا كاينة بين رجلية شي حاجة مزيانة الماتش الجاي غادي يكون عندنا ضد اياكس امستردام على ما اعتقد اننا مؤهلين ديجا دونك ما نحتاجوش نلعبوا هذا الماتش هذا دونك غنديروا محاكاة سريعة باش بالزربة نمشيو للبلاصة تاع الانتقالات نشوف اش غنديروا فيه اوكي ربحنا بجوج لواحد او ماركيت وعندنا الدراري دابا 4 نقط تاع المهاره تيبان لي غادي يزيدهم في الشوت حيت الشوت كما شفتو ديك الشوطه تاع قبيله راه الا شافنا شي مدرب راه ما عمرو باقا يشرينا غنزيدو الدراري في التسديد البعيد ونعاودو نزيدو في التسديد البعيد وتيبان لي نعاودو نزيدو في التسديد البعيد
وحده اللي بقات لينا غادي نزيدوها في بلانتيات باش يولي عندنا بلانتيات ناضين شويه. عندنا الدراري دابا ماتش ضد بوشوم، ما عمرني سمعت بهذه الفرقه في حياتي كامله. مع الاسف مشات لنا جائزه لاعب الشهر، الشهر الجاي نتلاقاو الا بقينا في هذه الفرقه هذه. وتيبان لي غادي نديروا محاكاه سريعه على هذا الماتش، حيتاش ما ماتش ما تاو الزاله ما ربحناش غير هاك داكشي اللي خصني نقول لهم، نمشيو نزدوا هذه الفرقه هذه. دخلوا الدراري نديروا واحد التدريب خفيف ظريف. وتيبان لي الدراري انه غادي يمشي نطلب الانتقال من دابا، تيبان لي بلا ما نتسناو حتى توصل للمرحله نتاع الانتقالات، دونك نسبقوا عليه من دابا. دونك نصيفطوا ليه طلب الانتقال للمدرب باش يقبلوا ويصيفطنا لشي فرقه ان شاء الله. وكان المدرب صيفط لنا قال لنا انا افكر حاليا بطلبك لوضعك على قائمه الانتقالات، ساناقش الطلب مع الاداره واعلمك بقراري قريبا. ما سوقيش لا في انت ولا في الاداره، غنتقل ينتقل. يا الله تقول لا. وطبعا الدراري الجرائد خصهم ما يكتبوا، قالوا للناس ديجا اننا بغينا ننتقلوا. وتدارت القرعه تاع دور 16 لبطوله تشامبيونز ليغ. نشوفوا المجموعه اللي طحنا فيها دابا. نتمنى نلعبوا فين حنا؟ وات نلعبوا ضد البارسا الدراري، وات خصنا ننتقل الدراري باش نحاولوا ما نطيحوش مع البارسا. وندوزوا دابا الماتش اللي وراه، حتى هو غادي نديروا ليه محاكاه. فرقة الدراري ميتين، علاش بغيت ننتقل من الدوري الالماني؟ صراحه ما دوري ما توزع، وشو تعادلنا معاه، شو 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 المهم ماركت، اهم حاجه انني ماركت، ولكن خصني ننتقل. دابا هذه فرقه تيتعادلوا معاها الناس، ونشوف هاد الدراري المدرب واش جاوبنا ولا باقي. اوكي جاوبنا، لقد درست طلبك بالانتقال وقررت ان اقبل به. ليتس جو بيست مانجر مجرات درب التبانه. عندنا الدراري دابا ماتش ضد هيرتا برلين، واقيلا هذا الماتش نلعبوه حيتاش باقي تيلعب معاهم خضيره، واقيلا خضيره اوكي ما بقاش تيلعب معاهم، عندهم بوتينغ اوكي ليتس جو. دونك اي جيس هذا الماتش نلعبوه. باي ذا واي الدراري مورا هذا الماتش يتحلوا لنا الانتقالات الشتويه ليتس جو، ومرتبط بالانتقال الى ايفرتون. زعما تصيفط ليا ايفرتون الدراري، بان لكم الدراري مشيو لايفرتون. والله ما عرفت الصراحه، ايفرتون عيانه الدراري، مشيت شي فرقه هربان الصراحه. الفرق اللي في راسي دابا باغي نمشي ليهم عندك يا اما الريال يا اما البارسا ولا شي فرقه في الدوري الانجليزي، دونك هادو هما الفرق اللي في راسي دابا. وبدات المباراه ليتس جو على بركه الله، تنسالوا هذا الماتش عاد نفكروا في المستقبل تاعنا. شوت ليتس جو بيت مخير مخير فرقع كاين تو بيجي الله يرزع عليك. ليتس جو الدراري نحاولوا نخليو شي بصمانه ديال في النادي قبل ما نمشيو منه. سير 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 بيت بوم ليتس جو. احسن خليطه في العالم الدراري، مشى 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 بيت هذا بيت. الهاتريك 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 ليتس جو. اول هاتريك ليا الدراري، شوف تحط الهاتريك ليتس جو. ناري على بيوت الدراري ولي طار ماركي، شوف بوم. شوف 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 منين، شوف تفرج صافي شوت بركة صافي تكشم فينا بوم. ولو 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 شو ما عادش تحط الهاتريك ناضية. هاتريك في الشوط الأول، هل من منافس؟ ليتس جو. بداية الشوط الثاني نزيدوهم شي هاتريك آخر زعما ممكن، غنحاولو نزيدو سوبر هاتريك. يلاه نودعو الفرقة بطريقة مزيانة وصافي. سير رد ليا تيك شبيلا تيولي ولا. سير اخي بيلينغوم، ربي اللي عطاك. اش عطاك اش عطاك؟ ما عطاك حتى وزة. حيد 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 حيد. ونهاية المباراة ب ماشي الفوز تاعنا، الفوز تاعي بالسوبر هاتريك. راه ديك الكرة تاع الحكم، شكرا للجماهير الحاضرة. وعلى ما اعتقد الدراري انه غادي ندخلوا دابا للانتقالات الشتوية، وجدوا راسكم في اي لحظه دابا يحضر شي عرض الدراري. تفرجوا ها اللي قلنا شكون هذا العرض، لقد قبلت مؤخرا عرضا من ايفرتون، دونك قبيله كانوا الشائعات صحاح، ولكن انا اسف يا ايفرتون مع الاسف لا اريد عرضكم هذا، انتظروا عرضا اكبر من هذا. رفض الانتقال الدراري، حنا نتاع شي حاجه اصعب واعمق من ايفرتون، جيبوا شي ريال شي حاجه بحال هكا نقبلوا علاش لا. يلا 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 شي عرض اخر شي عرض اخر. شكون قال شكون قال يلا ماركينا سوبر هاتريك؟ شكون؟ لقد قبلت مؤخرا عرضا من بنفيكا. حنا ما قبلنا ايفرتون نقبلوا بنفيكا. وندوزو نتسناو عروض جديده. شي عرض اخر؟ لقد قبلت مؤخرا عرضا من اوساسونا الدوري الاسباني الدراري.
لا لا الدراري لا 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 صاحبي لا يغرقش الدوري الاسباني باقي تجي الريال باقي تجي البارسا اتسنى وصافي صبر على خبيزتك يلا 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 شي عرض اوكي عرض لاخت قابلته مؤخرا عرضان من برايتون باش هاد الفرق تيجيبوا لنا اش سير تلعبوا سير برايتون ولا النبك وعندنا الدراري ماتش ضد فرانكفورت هما الثالثين في الدوري دونك هذا ماتش خصنا نلعبوه ماغواير اويلي جابوا ماغواير اويلي جابوا ماغواير اويلي صاد واش منيتهم جايبين ماغواير ولا كنحلم بقينا الدراري حتى من لعبه المباراه قال لك تجنب الخساره عارفين نشقوها مع ماغواير زيد الدراري نوليو نغطوا اخطاء نتاع ماغواير دابا زيد لعبي بثلاثه في الدفاع كاع عادي الثقه ما عطيناش ليه خاصنا الدراري نبرزوا المهارات تاعنا في هذا الماتش حتى هو باش يتزادوا العروض شوت يلا كنا بينا نديروا شي زعت اخرى عاود ثاني معلم شوت اوه شوي ليتس جو هدف مباغي ما عرفوا الكره منين دازت سير اخي سكولز ماغواير الحمد لله على لطف الله كون قاسا ماغواير كنت ماركت علينا اوكي البيت باينه شنو عنده ماغواير في الدفاع الدراري كي طاكي هاد الشيء هذا شو ماغواير فين مشى قال ما كاين اصلا شو لا حول ولا قوه الا بالله او سبيناتزولا مشى وحتى حنا مشينا يلا بان لكم سبيناتزولا مشى لتشيلسي وما يزيدونا البيت الثاني شوف تفرج دابا هذا الدراري هضرتها بالعاني خليتهم يماركيو فهمت البلان باش نوري الفروق كيفاش نقدر ندير ريمونتادات فهمني يا برو ولا قلت لكم اي جوج ماشي ثلاثه صاحبي انتما تشي يقتل كذبه صاحبي الله يجيكم يلا هم بيزيدونا الثالث شوف كيف بيزيدنا الثالث يلا زيد نحاول نجيبوا التعادل صاد الباص هذا داير كي وجهك اش دراري والله الا فرق ما الدراري الا خصنا نخرجوا خا يجينا عرض دابا من اتحاد خريف كاع نمشي له لا ما رانا شي عرض يكون بعقله شويه نمشيو في حالنا شكون لقيت قابلت مؤخرا عرضا من بي اس في اش نديرو حنا بي اس في اش سير تلعب سير بركه من هذا الضحك الباس للمدرب بارك او ليتس جو طلعنا المستوى 13 شوف الدراري اش نطوروا في اللعب ديالنا هذه المره تيبان لي الدراري غادي نزيد ليه شويه في التوازن حيتاش اللعب ديالنا ثقيل شويه في الطرات دونك نزيدوا ليه وحده في التوازن ونزيدوا لها هذه اللي كتحتاج جوج واه غاليه هكذا الدراري التوازن ولا عندنا شويه بعدا بامال ندوزوا الدراري دابا للتسديد نزيدوا في هذا التسديد هوائي واقيلا هما الفوليز واقيلا الكرات اللي تيجيوك ديريكت وكتشدهم بلا ما تكونتروليهم باقي محافظين على صداره الدوري ب 37 نقطه ورانا فرانكفورت وراها البايرن هي الثالثه الدراري بقاتش في القوه بقات انك خصك تجيبني انا نجيب لك الدوري لقد قابلته مؤخرا عرضا من ريال بيتيس نمشيو لبيتيس الدراري لا الدراري خصنا نفوكسيو على الجول ديالنا الريال البارسا ولا شي فرقه كبيره عندنا الدراري دابا ماتش ضد فرايبورغ ديروا ليه محاكاه سريعه بيان سور نديروا فيه ربحنا وماركيت ليتسو كيفاش الدراري هوفنهايم يستهدف مجال يضمه في اعاره لمده قصيره وما بقى والو الدراري وتسالي الفتره تاع الانتقالات دونك خصنا نلقاو فريق باسرع وقت ممكن لا نصدقوا حاصلين في دورتموند هادي طلب انتقال على سبيل الاعاره لا قرينا ديجا لا رفض هوفنهايم يلي بقات لي هاد الساعه اوكي عرض اخر قابلت عرضا من اتلتيكو بيلباو عندي امل انه غادي يجيني العرض اللي باغي ولا عليكم اوكي طلب انتقال ليتس جو روما واعر الدراري والله الدراري لا روما واعر ولكن لا ركزوا الدراري صراحه حتى روما واعر الدراري ولكن لا نركزوا على العرض اللي باغين حنا شعطوا فينا 22 مليون وما قبلناش البنات اللي كيقولوا جاوا فيا خطبني بيلوط وما قبلتش انا راه عطاو فيا 22 مليون وما قبلتش والماتش الجاي غادي يكون عندنا ضد هوفنهايم اللي يلاه ردتنا مسكينه عم باش ردتناكم زعما حيت خايبين ولا شي حاجه راه حيت كنسكيبيو الماتشات نتاعكم هادشي علاش دونك ديروا لهم محاكاه سريعه تعادلنا معاهم اويلي وبقى لينا الدراري اسبوع واحد ويساليو الانتقالات الشتويه قد قابلت عرضا مؤخرا اف سي بورتو اش ندير انا بورتو اش يبداو دابا تعطونا دوك العروض المحشرين بجد يلا تعاملوا معنا بالرجول اخر نهار الدراري يا ربي تجيب شي فرقه يا ربي اوكي ليتس جو لقد قابلت عرضا مؤخرا من اياكس الدراري يا اما نمشيو لاياكس يا اما معمر باقي يجينا شي عرض حنا بغينا الدوري يكون ناضي ما بغيناش حنايا فرقه
من الاحسن نبقى في دورتموند على اننا نمشيو لاياكس الدراري. دونك غادي نعطيو فرصه لهاد خمسه السوايع اللي بقات، يا اما نمشيو لشي فرقه مزيانه ولا غادي نبقاو في دورتموند. ما عندنا ما ندير الدراري. دورتموند جابوا صابيت زر الدراري بحال لا تيغريونا باش نبقى ولا شي حاجه ولا شي حاجه. الدورتموند طري خطير في لعبه الاقناع. بقاو اربعه السوايع الدراري، ثلاثه السوايع الدراري، بقات ساعتين الدراري. جيبوا لي نشوفوا شكون جاب دورتموند باش نشوف واش نبدلوا الراي نتاعنا ولا لا. بعت داوود ورينا وجابت فاسكيز وصابيت زر. هو زعما حتى دورتموند ما خايباش الدراري الجايه كالطراجه زعما. ماشي خايبه زعما الا كملنا معاها، من تما نكونوش خايبين حتى حنا. دورتموند طلات فينا وكبراتنا، خصنا نكملوا معاها واقيلا. ما كنتش ناكسبت داك العرض نتاع بيتيس ولا مشى صافي. اخر ساعه الدراري وسنبقى اوفياء لفريقنا الحالي دورتموند. والجانب الايجابي اننا نبقاو مع دورتموند هو انه حاليا حنا الاولين في الدوري، دونك ممكن نربحوا الدوري، مآلين في الشامبيونز ليغ، دونك ممكن نربحوا الشامبيونز ليغ. وثالث حاجه هو انه اصلا ما باغيش ننتقل، انا باغي نكمل قرايتي مع دورتموند. دونك الدراري كان هذا هو الفيديو تاعنا، ما تنساش واحد اللايك سبسكرايب وما تنساش تفعل جرس التنبيهات باش ما تحتاجش فيديو جديد يوصلك انت الاول. زائد انه ما غاديش نحاول نطول الدراري مع دورتموند بزاف، غالبا هادشي اللي بقى في الموسم غادي نزرب عليه في شي جوج حلقات ولا ثلاثه، دونك ما تخافوش ماشي بعيد الدراري ونمشيو للريال ولا عليكم. سنتلاقاو في الفيديو الجاي، كان معكم ميجي، بيس.